السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل 10 مسألة في بروجكت اويلر، فخليكم معايا. تمام. فالمسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك مجموع الاعداد الاولية اللي اقل من 10 بتساوي 2 زائد 3 زائد 5 زائد 7 بيساوي 17. تمام. هو عايز بقى يجيب مين؟ مجموع الاعداد الاولية اللي اقل من 2 مليون. تمام. فهو طبعا يعني احنا حلينا مسائل كتير جدا في بروجكت اويلر عن الاعداد الاولية، لما مثلا مسألة منهم اللي هو بيقول لك هات لي العدد الاولي رقم 10001، ف لا حاجات كتير جدا وحلينا مسائل اهلها قبل كده، فيا ريت لو ما اتفرجتش عليهم قبل كده ترجع لهم عشان احنا يعني هنستخدم شويه افكار من اللي احنا قلناها قبل كده. تمام. طيب فالفكره بقى ايه؟ ففي طريقه اسمها سايف. طريقه السايف ديت ان الفكره فيها ان هو هيجي مثلا الاعداد الاوليه مثلا من اول هيعد الاعداد مثلا من اول رقم 2 لحد رقم 120 مثلا، فيجي اول رقم طبعا هيبقى عدد اول، دي شرط من الخوارزميه كده ان هو اول رقم يبقى عدد اول، ماشي. فهو هنا معانا اول عدد اول رقم 2، وبعد كده هيقوم جاي عامل هيلغي كل الاعداد التانية اللي هي مضاعفات العدد 2، يعني 2 في 2، 2 في 3، 2 في 4، 2 في 5، كل دول هتلغيهم، هتلاقوا معمول عليهم كروس باللون الازرق كده. تمام. وبعد كده هتحرك للرقم اللي بعد، هيشوفه لو معمول عليه كروس يبقى او معمول عليه علامه غلط كده، يبقى كده معناه ايه؟ معناه ان هو يعني ايه دي مش عدد اول، انما لو معمول مش معمول عليه علامه فهو ده عدد اولي، وبعد كده نجيب له المضاعفات تاني فهيشوف الثلاثه هيلاقيها عدد اول. تمام. وبعد كده يجيب لها المضاعفات بتاعتها، أو هو بيلغي كده التلاتة دلوقتي كده بيلغي التلاتة. تمام. وبعد كده ينتقل تاني على الخمسة ويجيب لها المضاعفات ويلغيه، وبعد كده نفس الكلام على السبع وهكذا. هي دي بقى الفكرة. فكرة ان هي كانت يعني خوارزمية يعني قديمة جدا، هو اساسا الميثود اسمها سايف اوف، معرفش ايه اسم يوناني كده غريب مش عارف انطقه، فهو يعني ايه خوارزمية قديمة اساسا. تمام. فالفكرة ان احنا هنجيب مثلا ايه، تعال نشوف دلوقتي هنطبقها ازاي بالكود. تمام. فاول حاجة احنا هنخلي الاعداد، هنعمل عبارة عن ليست ماشي عباره عن كلها ترو، كلها يعني ايه كل الاعداد عندنا عباره عن اعداد اوليه، كانها ما فيش اي، احنا لو جينا بصينا مثلا على اولها كده هتلاقي ان الاعداد كلها مش معموله عليها اي كروس او مش معموله على اي علامه غلط، كلها متصححه. تمام. فهو هنعمل كل ترو، هنعمل كل البرايمز او الاعداد اللي عندنا ترو. تمام. طبعا في ان ديت معناها ان هي تعمل ليست ماشي فيها كلها ترو. تمام. بعدد بالرقم بالعدد ان ده. تمام. وبعد كده هنخلي رقم صفر وواحد تمام عباره عن فولس. طبعا انت صفر ده اللي هو فعلا رقم صفر، تمام، ورقم واحد اللي هو فعلا رقم واحد. تمام. فهو دي حاجه حلوه جدا، يعني انت لما تيجي تقول ترو وتضربها في الان هيديك فعلا الاعداد الحقيقيه، يعني الاندكس بتاع رقم صفر هو فعلا رقم صفر، والاندكس بتاع رقم واحد هو فعلا رقم واحد، وهكذا يعني. تمام. فهنخلي صفر وواحد فولس عشان هما مش اعداد اوليه اساسا. تمام. وهنبدا بقى من اول رقم 2. تمام. وبعد كده طبعا ايه، انت لو جيت لاحظت هنا هتلاقي ان هو اول ما هيوصل لرقم 11، هو دلوقتي شغال في رقم 7، اول ما هيوصل لرقم 11 هتلاقيه وقف ما عادش بيعمل كروس على اي حاجه. طب ليه؟ هو لو انت جبت او احنا المفروض ان احنا بنبدا من اول الرقم تربيع، يعني مثلا الاثنين هبدا بعدها منين؟ هبدا من 2 تربيع وافضل ازود 2 كل مره، الثلاثه هبدا من 3 تربيع وافضل ازود 3 كل مره. طب ليه كده؟ هقول لك، الثلاثه لو انت جيت ربعتها هتلاقي 3 تربيع اللي هي 9. تمام. اي عدد اقل من 9 هتلاقيه دايما حاصل ضرب عدد اولي في الثلاثة. تمام. ما احنا عايزين اعداد بتضرب تقبل اسم على الثلاثة. تمام. فاي عدد في الاعداد اللي اقل من 9 هتلاقيه عباره عن عدد اولي معين اللي هو 2 طبعا ماشي في الثلاثة. تمام. طبعا الاثنين احنا عملنا لها كروس قبل كده. تمام. فكده كل الاعداد اللي اقل من 9 اتشلت اساسا، فاحنا مش محتاجين بقى ان احنا نبدا من اول رقم 3 ثاني ونقعد نعمل بحث بقى ونشيل الاعداد دي، هي اساسا متشال، فاحنا مش محتاجين ان احنا ايه نقعد نعمل وندور عليها تاني. وبالتالي هتطبق نفس القاعده على كل اي على اي عدد اول هيقابلك. تمام. فرقم 11 هتبدا فيه من اول 11 تربيع. طب 11 تربيع بكام؟ 121. طب واحنا اخرنا كام؟ 120. وبالتالي اول ما هوصل للرقم اللي هو يعني ايه، اول ما اوصل لنهايه الجذر بتاع الاعداد اللي عندنا اللي هو جذر 120، فهو الفكره في كده ان انت توصل لجذر 120 فهتقف لحد هنا، عشان اساسا ال 11 اكبر من جذر 120. تمام. ونبدا بقى نعمل كده، فاول ما توصل لعند الحد ده هتطلع بقى من الفور لوب بتاعتك، ويبقى كل الارقام اللي احنا ما علمناش عليها هي عباره عن اعداد اوليه. تمام. يعني يا رب تكون فهمني، بس هو الفكره بس لو انت جيت قرات الكود وبصيت على الدنيا ديت هتفهم الدنيا شغاله ازاي. انا بحاول بس اتكلم بسرعه عشان زمن الفيديو بس ما يطولش. تمام. فالفكره هنا هتعمل ايه؟ هتعمل فور لوب تمام من اول رقم 2 لحد جذر الرقم اللي عندنا، جذر الاعداد اللي عندنا. تمام. وهزود هنا واحد زائد واحد، يعني ايه كزياده حذر يعني وكده، يعني بحيث لو الرقم اللي داخل
طلع فعلا الجذر بتاعه عباره عن عدد اولي، تمام؟ فلو طلع الجذر بتاعه عدد اولي هيحصل لنا شويه مشاكل نتكلم عنها بعدين برضك، راح اوضح لك بعدين، تمام؟ طيب وبعد كده، بعد كده بقى هشوف الرقم اللي عندي ده لو، فهقول له ايه لو كانت، لو مش معمول عليه كروس او قيمته ترو خلاص انا هشتغل عليه وفعلا دي يبقى برايم نمبر، تمام؟ طيب فاول حاجه هجيب نمبر اوف مالتيبلز، يعني انا عايز اشوف هو في كام عدد هعمل له، يعني ايه هعمل عليه علامه غلط او هحذفه او هشيله او هعمل له فولس، تمام؟ فطبعا الاعداد اللي انا هعمل لها فولس هتبقى عباره عن مين؟ عباره عن من اول الرقم تربيع للبرايم نمبر تربيع اللي هو البي في البي البرايم نمبر تربيع، والنقطتين دولت معناهم ان انا هحدد مقدار الخطا او مقدار الزياده اللي انا عايز امشيه، فانا همشي كل مره بمقدار بي، يعني مثلا الاثنين همشي من اول فين؟ همشي من اول اربعه، تمام؟ وكل مره هفضل ازود اثنين، يبقى ماشي، يبقى هحذف مين؟ هحذف الاربعه والسته والثمانيه والعشره وهكذا، تمام؟ الثلاثه هبدا من اول تسعه فاحذف التسعه وال12 وال15 وهكذا وافضل شغال كده. فدي الفكره، تمام؟ ادي كده معايا مين؟ الاعداد. طب ليه كده؟ عشان انا احدد بقى الاعداد ديت، هو تحددها من هنا واقول لها بتساوي فولس، تمام؟ في الرقم الاعداد دي، تمام كده؟ فهو كده كاني كل الاعداد المالتيبلز بتاعت البرايم نمبر ده حذفتها او خليتها فولس، تمام؟ او عملت عليها علامه غلط، تمام؟ ويفضل شغال كده لحد طبعا جاز الرقم. الطريقه دي جميله جدا بحيث ايه؟ ان احنا محتاجين ان احنا ندور لحد جاز الرقم بس. انت لو شفت في المساله عندنا، عندنا لحد جذر لحد 2 مليون، لما تاخد جذر 2 مليون يعني تقريبا في 1000 وشويه، 1000 وشويه تقريبا كده يعني، تمام؟ فهو يعني من 2 مليون ل 1000 وشويه، يا نهار ابيض، يعني انت شوف انت يعني قد ايه وفرت، قد ايه انت هتبحث في قد ايه، تمام؟ في الاخر خالص بقى ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل بقى صم، عايز اشوف بقى مجموع الاعداد ديت بقت قد ايه، تمام؟ فالبرايم نمبر طبعا بتاعتك دلوقتي بقت عباره عن مخلطه كده، فيها ترو فيها فولس والدنيا يعني ضايعه في بعضها كده، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ هعمل انيوميريت، تمام؟ طبعا الشكل ده اللي هو كوس، والكوس ده عباره عن حاجه اسمها ليست كومبريهنشن، تمام؟ عايزك تدور عليها كومبريهنشن، تمام؟ ليست كومبريهنشن، ان ديت بدل يعني ايه؟ ديت كبديله للفور لوب، بدل ما اكتب فور لوب واعمل والكلام ده كده، ديت بديله. ممكن انت تسيبك من كل الكلام اللي انا كاتبه ده وتعمل فور لوب وتعمل نفس الكلام، مش هتبقى فيها اي فرق، بس انا بقول كاختصار يعني للكود. طيب فالفكره ان انا هعمل ايه؟ هعمل انوميريت. انوميريت هيرجع لي مين؟ هيرجع لي قيمه الاندكس بتاعت الاندكس والفاليو بتاعتي. فالاندكس اللي هو اي، تمام؟ النمبر اللي هو مين؟ اللي هو الفاليو بتاع اللي هو ترو فولس، تمام؟ فبعد كده هضرب الاثنين في بعض، تمام؟ فلو النمبر مثلا ايه؟ فلو النمبر كان ترو هيبقى القيمه بتاعته كانه واحد، ولو النمبر كان فولس فيبقى القيمه بتاعته كانه صفر، وبالتالي لو في صفر فهتطير بعضها، فمش مش هتاثر معايا في الجمع، تمام؟ والاي معلش انا لخبطتهم شويه، بس هو الاي هو فعلا قيمه الاندكس اللي هو قيمه الرقم الحقيقي اللي هو مثلا صفر ولا واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه، انما قيمه النمبر هنا هي الترو ولا فولس، تمام؟ وطبعا لما تيجي مثلا تضرب مثلا خمسه في ترو هيديك خمسه، انما خمسه في فولس هيديك صفر، تمام؟ عشان الفولس دي يعني ايه؟ عباره عن صفر، وترو عباره عن قيمه واحد، تمام؟ طيب بس كده. وبعد كده اعمل لهم قيمه سمشن بقى، فترجع لي مين؟ فترجع لي القيمه. بس بسيطه خالص وسهله والدنيا زي الفل، تمام؟ يا رب بس يكون عرفت اوصلها لك بس، تمام؟ تعالى كده نشوفها. طبعا دي الوقت ديت عباره عن ماجيك فانكشن، ماجيك فانكشن تعمل على علامه اللي هو مين؟ البرسنت ديت او علامه النسبه المئويه، وبعد كده تايم، دي بتحسب لنا الوقت اللي خده البرنامج عشان ينفذ السطر ده، السطر ده. طب السطر ده بينفذ ايه؟ بينادى على الميثود بتاعتنا اللي هي ام 0، تمام؟ ويدي لها عدد الاعداد اللي انا عايز ابحث فيه. طيب فطبعا خدت ايه؟ ديت رجعت لنا 17. ليه؟ ما هو في مجموع الاعداد اللي اقل من 9، الاعداد الاوليه اللي اقل من 9 عباره عن كام؟ 2 و3 و5 و7، مجموعهم 17، وده فعلا الحقيقه اللي هو قاله لك ده، تمام؟ تعالى بقى نجرب الحاجه بقى اللي احنا جايين لها عشانها اللي هو 2 اي اس 6، تمام؟ ده مين؟ ده اللي هو عباره عن 2 مليون، تمام؟ خد كام؟ خد 500 مللي ثانيه، تمام؟ يعني تقريبا نص ثانيه، تقريبا نص ثانيه عشان يحسب اعداد اقل من 2 مليون، 2 مليون متخيل، تمام؟ هو ده بقى الناتج بتاعنا. تعالى كده نروح ونشوفه. تمام، فالحمد لله كده ايه؟ المساله اتحلت الحمد لله كده، تمام كده الحل صح، تمام كده، تمام. طيب تعالى بقى ايه؟
تعال نحاول ان احنا نحسن الموضوع شوية. يعني احنا مش يعني احنا كده معناه ان احنا بنمشي كتير قوي، يعني احنا كل مرة بنزود هنا في الفور لوب بتاعتنا ديت بنزود واحد، وفي مثلا كده محتاجين يعني احنا كده بحسب الحتة ديت الجزء ده بحسبه مرتين اتنين، من محتاج ان انا احسب الجزء ده مرتين اتنين عشان اشوف الاعداد، وبعد كده اجيب استخدم نفس الجزء ده عشان اغير قيمته، فكده فيها برضك شوية شغل كده. احنا الطريقة ديت اسرع شوية من الطريقة اللي قبلها. طب في ايه؟ هقول احنا طبعا اول سطرين دولت ما فيهمش اي تغيير، نفس الاتنين اللي فوق بالظبط، تمام. طيب السطرين اللي بعدهم دولت، لا انا عملت بقى شوية تغيير هنا، تمام. اول حاجة انا شفت الاعداد، عدد الاعداد اللي ممكن ايه يعني مضاعفات للعدد اتنين اللي هم اربعة وستة وتمانية وعشرة واتناشر والكلام ده كله، ديت اعداد اللي هو مضاعفات لعدد اتنين، تمام. فشفت انا اعدادهم قد ايه، ماشي. وبعد كده الاعداد دي رحت جاي ضربها فولس، تمام، وخليتهم كلهم فولس كده. كل الاعداد الزوجيه اللي عندي ما عدا رقم اتنين طبعا كلها اتشالت كده كانها اتعمل لها فولس. وبالتالي انا هنا ممكن بقى اغير الميثود اللي عندي ده، بدل ما امشي كل ما كنت الاول هنا بمشي كل مره اتنين مره واحد، لا كل مره هنا همشي اتنين. الاعداد الاوليه كلها عباره عن اعداد فرديه، وبالتالي ممكن اقدر ابدا من رقم ثلاثه وكل مره ازود اتنين، فديت كتسريع اكثر، تمام. وبالتالي هبدأ من رقم ثلاثة ونفس الكلام برضك هنا النهاية، وهزود كل مرة اتنين بس. فتعالى كده نشوف هو هياخد قد ايه. خد تقريبا صفر ثانية، نفس اللي فوق بالظبط. تعالى بقى نشوف هو خد قد ايه عشان يعمل الجزء ده. خد 440 ملي ثانية، التاني كان 550، فأسرع شوية، تمام. طبعا لما تكبر رقم أكتر وتخليه مثلا بليون مل يعني تريليون والارقام الضخمه ديت، طبعا ده هيفرق معاك جامد، تمام. طب عايزين نحسنها اكتر، يعني عايز احسنها كمان، تمام. يعني المفروض دلوقتي اللي مضايقني دلوقتي ايه؟ الجزء ده، برضه كان محتاج ان انا احسبه مرتين اتنين، محتاج احسبه هنا عشان اشوف عدده، وبعد كده محتاج احسنه هنا. هو واحد ممكن يقول لك ايه، طب ما تخليه يا عم فاريبل لوحده وبس، وشوف بقى واستخدمه مره واحده في الاتنين، مش هينفع. الفكرة ان انت لما تيجي تعمله فاريبل هي هتاخد القيم اللي موجودة ديت، يعني الجزء اللي انت قطعته من البرايمز ليست ديت هتاخدها وتاخدها كأنها كوبي، تمام. وبالتالي لما اجي اغير فيها فهي هتغير في الفاريبل ده او في المتغير ده، ومش هتغير في الليست الاصلية، تمام. وبالتالي كده انا ما عملتش حاجة، فضلت لسه زي ما هي، تمام. فلازم ان انا استخدمها زي ما هي كده، تمام. فالحمد لله ان في حاجة احنا خدناها قبل كده ممكن تحل لنا المشكلة دي، اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي عباره عن المتابعه الحسابيه او المتسلسله الحسابيه، تمام. احنا طبعا احنا قلنا الاعداد المالتيبلز ديت مش هو عباره عن مثلا 4 6 8 10 12، لو انت جيت لاحظت هتلاقي عباره عن مجموعه من الاعداد الاول المتتابعات المتتابعه الحسابيه اللي هو الاساس بتاعها 2، تمام. كل مره بزود 2، نفس الكلام بالنسبه للثلاثه، كل مره بزود 3 او 6 او هكذا يعني، تمام. فالفكره بقى ان احنا ممكن نشوفها هنا على المتابعه الحسابيه. لو احنا كده بصينا هنا طبعا اللي هو الرقم، يعني مثلا العنصر رقم ان في المتتابعه عباره عن ايه؟ ايه ان بيساوي ايه نوت اللي هو عباره عن اول عنصر في المتتابعه، ماشي، زائد ان ناقص واحد في دي، ان طبعا عدد العناصر ناقص واحد، الدي اللي هو الاساس بتاعه او الفرق ما بين العناصر، الفرق ما بين العنصر الثاني واللي قبله، تمام. فيبقى مثلا في هنا يبقى 2 يبقى 3 يبقى 4 وهكذا يعني، تمام. طيب فاحنا عايزين نشوف بقى ايه قيمه الان ديت، انا عايز اشوف في كام عنصر ماشي ما بين البدايه والنهايه، النهايه عندي ايه ان والبدايه ايه نوت معايا، البدايه والنهايه معايا، انا عايز اجيب بقى قيمه الان دي. فاحنا هنقول هنودي الاي ان ناقص اي نوت هنوديها باشاره مخالفه هنا، وبعد كده نقسم على الدي، تمام. يبقى ان ناقص واحد بيساوي ايه ان ناقص اي نوت على الدي، تمام. وبعد كده بقى ايه ودي الواحد باشاره مخالفه، يبقى الان بيساوي ايه نوت ايه ان ناقص ايه نوت على الدي زائد واحد. دي هو بقى الايه، ده هو اللي هيحل لنا المشكله ان شاء الله، يعني دي هيوفر علينا كتير جدا، تمام. فحاجه كمان برضك ان احنا حاببنا يعني حاولنا ان احنا نحسنها اكتر، انت لو جيت لاحظت هتلاقي يعني مثلا هنا في الجزء ده كده ان احنا هنيجي هنا بعد ما بنيجي نحسب بنخلي كل نص الفتره عباره عن اعداد نص الفتره اللي هو الاعداد الزوجيه كلها فولس، تمام، ما عدا رقم 2 طبعا. فاحنا ممكن نوفر شويه شغل من الحاجات دي، ما هو ديت اللي انا عملته عشان اطير الاعداد الزوجيه، ده الجزء اللي انا عملته. فاحنا ممكن نوفر بشويه تركايه كده نعملها في الاول. ايه التركايه ديت؟ اقول لك انا، احنا هنخلي مين فولس وترو، فولس لمين؟
فولس طبعا ده اللي هو رقم صفر، وترو اللي هو رقم واحد، تمام؟ طبعا فيبقى كده كده لما انت تيجي تضرب الليست ديت في اي رقم، مثلا لما تضربها في رقم 2، فكده معناه ان هي هتديك ليست جديده عباره عن ايه؟ عباره عن فولس ترو، فولس ترو، تمام؟ فيبقى عباره عن رقم صفر عباره عن فولس، رقم واحد عباره عن ترو، رقم 2 عباره عن فولس، رقم 3 عباره عن ترو، تمام؟ فيبقى هو كده، فيبقى كده الاعداد الزوجيه والصفر طبعا معاهم اتعمل فولس، تمام؟ فكده كأن طيرت الاعداد الزوجيه كده، تمام؟ فدي الفكره. فاحنا هنجيب الاعداد ديت، تمام، ونضربها في نص الفتره، نص الفتره اللي عندنا، تمام، عشان طبعا دي عباره عن عنصرين اتنين، فلما يضرب في نص الفتره هيدينا العدد الاصلي، تمام. وطبعا دي ايه؟ دي عباره عن شرطتين عشان انا عايزه عدد صحيح، ما ينفعش ان انا اضرب في كسر، تمام. وبعد كده طبعا ايه زائد فولس ديت، يعني حاجه تحذيريه في الاخر كده، يعني حاجه كتضمان انه ما فيش اي حاجه تحصل غلط، عشان مثلا لو احنا كده ضربنا في رقم، لو جينا مثلا دخلنا رقم 9، لو جينا دخلنا رقم 9 هتلاقي دي عباره عن كام؟ هيبقى 9 على 2 هيبقى فيها الأربعة، تمام؟ وبالتالي يبقى عندك 8 عناصر، وانا المفروض عندي 9 عناصر، فبالتالي انا لازم اضيف الجزء الاخير ده، وطبعا انا مخليه فولس، انا مخليه فولس بحيث حتى لو مثلا طلع زياده او اي حاجه ما ياثرش معايا في الضرب، او ما ياثرش معايا في عمليه الجمع اللي هي هنا ده، ما هو كده كده فولس، وبالتالي لما اجي اضربها هيديني صفر، تمام؟ طيب عايزين بقى ايه؟ نعدل اللي هو الجزء بتاع ديت، طبعا احنا كده عملنا كل الاعداد الفرديه ترو وكل الاعداد الزوجيه فولس. من السطر الاولاني بس، تمام. طب احنا نعدله ازاي؟ نخلي رقم واحد فولس، تمام اهو، ونخلي رقم 2 ترو، بس كده يبقى رقم 2 خلصنا منه خالص، ورقم واحد كمان اللي كان عملناه مشكله برضك حددناه، تمام. ونفس الكلام ده نفس السطر ما عملناش فيه اي تغيير، تمام، وده نفس الكلام برضك. ادي الميثود اللي احنا هنستخدمه، تمام. طبعا ايه اللي في حاجه برضه كان نسيت اوضحها هنا، ان احنا لما بنيجي نمشي الخطوه هنا بنمشيها بنقول 2 بي، ما بزودش كل مره بي، لا بزود 2 بي. ليه 2 بي؟ عشان انت لو جيت بصيت هتلاقي مثلا رقم 9، احنا هنبدا طبعا من رقم 9، لو جينا زودنا 16 6 هيبقى عندك 15، تمام. طب افرض انا زودت 3، لا ما لو جيت زودت 3 هيبقى عباره عن رقم بيقبل اسم على الاثنين، يعني مثلا 9 زائد 3 12 اتقسم خدناه قبل كده، طب ماشي. طب بعد كده 15، تمام، جديد ده. طب بعد كده 18، 18 عملته قبل كده. طب بعد كده 21، طب بعد كده 24 عملته قبل كده. فانت لو لاحظت هتلاقي ان في اعداد احنا شطبنا عليها قبل كده او شلناها لما كنا بنشتغل مع الاثنين، تمام، ورجعنا نحسبها تاني لما لو احنا فضلنا نزود كل مره 3. فالفكره ان احنا هنزود كل مره 2 بي، تمام، فهتلاقي الاعداد الاثنين حذفتها مش هنرجع لها تاني. فدي الفكره عشان برضك كتسريع اكتر، انا عملت الخطوه ديت هنا اهوت، تمام، وبرضك معموله هنا نفس الكلام هنا اهوت، تمام، اهو هي الجزء ده كده، تمام. فدي تسريع اكتر، فيبقى طبعا الديفرنس بقى دلوقتي معانا بقى 2 بي، مقدار الخطوه او مقدار الفرق ما بين كل عنصر واللي بعده كام؟ 2 بي، تمام، 2 في قيمه العدد الاول اللي معايا، تمام. فيبقى كده القانون معايا اهو، يبقى عدد ال n عبارة عن كام؟ عبارة عن n اللي هو عدد العناصر اللي هو ال a n هنا، تمام؟ ناقص ال b تربيع، تمام؟ اهوت. ليه؟ ما هو ال b تربيع عبارة هو عن عدد البداية بتاعتي، أنا ببدأ ب b تربيع، تمام؟ على 2 بي، 2 بي اللي هو الفرق ما بين كل عنصر والتاني أو ما بين كل عدد والتاني، تمام؟ زائد واحد، بس كده، تمام؟ وبعد كده هعمل تراي واكسبشن، تمام. طبعا ده انا هوضحه لك في الاخر احنا عملنا ليه، طيب، ودي نفس الكلام بالظبط، تمام، اهو كده بقى انا محتاج ان انا احسب الجزء ده مره واحده بس، مش محتاج ان انا احسبه مرتين ولا اي حاجه، مره واحده بس وفي ثانيه، تمام. وبعد كده ارجع بقى ايه السمشن بتاع الجزء ده. طيب تعالى بقى انا بص انا هحذف لك بس الجزء ده، هحذف لك الجزء ده عشان اوريك هو هيحصل ايه. شوف هو ادالك هنا ايرور، ليه ادالك ايرور؟ بص يا سيدي، هو المحاوله بيقول لك الايرور بتاعك attempt to assign sequence of size 1 to extend slice of size 0. معناه ايه؟ معناه بيقول لك ان الجزء اللي انت قطعته من هنا ده مش موجود اساسا. ليه؟ ما هو اقول لك احنا دخلنا 9، تمام، المفروض البرايم نمبر اللي موجود معايا هنا هيبقى عباره عن 3، تمام، 3 في 3 تربيع، 3 تربيع عباره عن 9، تمام. فهو اساسا رقم 9 موجود معايا في الليست ديت مش موجود معايا،
مش موجود معايا. اصل احنا الليست بتاعتنا فيها 9 عناصر، بنبدا من رقم 0، فاخر عنصر في الليست هيبقى رقم 8، تمام؟ وبالتالي لما انت تيجي تقول له رقم 9 انا عايز ابدا من رقم 9، هيقول لك ازاي رقم 9 مش موجود معايا اساسا، فدي هيديك ايرور، تمام؟ فدي بتبقى مشكله مثلا لو كان البرايم نمبر تربيع او الفتره اللي دخلنا عباره عن تربيع للرقم اولي، فدي هيبقى مشكله، تمام؟ فالحل بقى ان انا ايه نعملها اكسبشن، تمام؟ بحيث لو حصل اي مشاكل او كده يعني اعرف ان انا وصلت لنهايه الفتره وبالتالي اطلع من بدري، تمام؟ من غير ما ارجع حتى ولا اعمل اي حاجه، تمام؟ وطبعا عشان برضك البرنامج ما يطلعش من نفسه هنحطها في تراي اكسبت ديت عشان ايه البرنامج ما يطلعش من نفسه. بس كده، فتعالى نجربها كده تاني. 17 طلعت نفس الكلام الحمد لله. تعال بقى نشوف الجزء هنا 2 ايه اس 6، تمام. خد 300، شوف سبحان الله، هو اول واحد خد 550، تاني واحد خد 400 وشويه، تالت واحد خد 300 وشويه، تمام. فهي قاعده بتقل اهي، هي ممكن كمان ممكن الكود انت تحسن عليه اكتر يعني، ما اعرفش، بس هو محتاج يعني ايه تقعد تفكر شويه وتشوف الكود دي ممكن يتحسن اكتر ولا لا، في حاجه ممكن اعدلها ولا لا، وهكذا يعني. بس فهو كانت مساله حلوه وصراحه يعني ايه خد مني شويه وقت ان انا اقعد افكر طب اغير ايه، طب اعمل ايه والكلام ده كله. بس فمعلش الفيديو طول مني، ويا رب يكون استفدتوا في الفيديو وعجبكم. ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.